سؤال مطروح، ما هو الفرق بين السهو والنسيان والغفلة؟ خطر داكي تاج الدين السبكي يهضر في السهو، نكون بلي شاد ناوي نظائر يسوق في قرض ذي المعنى. إلا السهو إلا النسيان ثلا الغفلة. السهو إفراغ في ذي قر الذهول عن المعلوم، على أن يكون هذا الذهول مؤقتا، يعني زمنه يكون قصيرا. ثمثم في كوادين ضوال صحب بعد أدى ترك تفيض ثمثم. لذلك إنك الفرق بين السهو والنسيان من الفروق القائمة بينهما الزمن، لو طون، لو فاكتور طون. ما إلا مزي أدين السهو، ما مقر أدين النسيان، ما مقر بزاف أدين الغفلة. في كوال تزامض تزامض تواضع كلمة خمضك سيو التقيث سهو ذي الظل تكوال الركوع السود الركوع تلاحظ سجد مباشرة تستدرك إلى آخره. سهو هذا سهو. النسيان أطول زمانا من السهو، والغفلة أطول زمانا من النسيان. لذلك صدق الله إذ يقول ولا تكن من الغافلين، سورة الأعراف الآية 205. ربي لم يقل ولا تكن من الناسين، ربي ودي النار وتسيلي ثالث قوكا ذي تسون خطر إزران تسو، ولكن إنا يغد وتسيلي ثالث الغافلين خطر أدفضيون ستين سنة وتزولارا وقيتسو قيتسو تزولي غافل ولا لا لا 70 سنة مازال ما يصليش. نعم اه غص ربي الله ينجينا. إسلا اللذان لذان سيقر حي على الصلاة حي على الفلاح صافي اسمك تاثيد. هناك مذكرات إلى ودي اسمك تين منبهات، إذن كونه لم يستجب لنداء الصلاة ماشي سهوا ماشي نسيانا غفلة. وذاك قوى الشيطان مليح، يعني السيني الشيني مزيض ثورة كان يصوض 70 سنة أرنشوط أرنشوط هذا غا مسكين أذي قيمة كني ألا ما الظلم في اللاس. لا حول ولا قوة إلا بالله.